استوقفني في أقوال القديسة مريم يسوع المصلوب هذا القول: احفظ السكوت احفظ الله. يقول الرب: احترم السكوت، لا تفكر في الشرب والأكل، إني أدبر كل شيء، إني لا أطلب إلا شيئا واحدا، فكر فيه وفكر فيك. إحنا مرات كتير نفكر في اللي بنحبهم، فبتلاقي قلبنا صار يضرب، حياتنا تغيرت وعينينا صار يلمعوا، لأنه نفكر في اللي بنحبه. فهون إحنا عم نفكر في ربنا. لما أنت بتفكر في ربنا يعني أنت بتعمل إنه هو حاضر حضور كامل في حياتك. لما بيكون الله حاضر حضور كامل وقوي في حياتك، قل لي شو ممكن تعتاز؟